البيتكوين الفائز الوحيد من فيروس كورونا. في الوقت الذي يعاني الاقتصاد العالمي من تبعات انتشار فيروس كورونا، انتعشت قيمة عملة البيتكوين الرقمية المشفرة لتصل إلى 10424 دولارا أمريكيا، متجاوزة حاجز 10,000 دولار بسبب رغبة المستثمرين في ملاذ آمن وسط مخاوف من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا. كانت قيمة البيتكوين قد انخفضت إلى 3,000 دولار أمريكي في ديسمبر 2018 بعد أن شهدت ارتفاعا هائلا إلى نحو 20,000 دولار في ديسمبر 2017. انضمت عملة البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة إلى الذهب كأحد الأصول المالية الآمنة في أوقات عدم اليقين الاقتصادي أو السياسي، مع أن العملة شهدت العديد من التقلبات في السعر وتسببت في خسائر كبيرة لصغار المستثمرين. أما الآن وقد عادت إلى الانتعاش، فيتوقع المستثمرين وصولها إلى 100,000 دولار خلال هذا العام.